السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن موضوع البوتستراب إيميج، بمعنى حيكون في عندي صورة معينة بصفحتي وبدي أستخدم معها كلاسز تعوت البوتستراب اللي إحنا عادة نستخدمهم مع الإيميجز. طيب إذا بتلاحظوا أنه بالمحرر أنا فضيت الكود اللي استخدمناه الحلقة الماضية، وحعيد الأساسيات اللي بنحتاجها حتى خلص ما نكررها مرة تانية. فبتتذكروا اني لما رحت على البوتستراب بالحلقة الماضية رحت على الدوكس، اخذت كود السي اس اس هاي كوبي، ورحت حطيته وين يا جماعة؟ اذا بتتذكروا حطيته في الهيد هاي كنترول في، وبرضو كمان في عندي في البادي كود اللي هو تبع الجافا سكريبت باندل هاي كوبي، وحطيته وين يا جماعة؟ في البادي، حطيته في البادي، تمام. وفي عنا قلت لكم كمان في الهيد بحط كود خلي موقع تبعي متجاوب اللي هي ريسبونسيف، اوكي. فهي عبارة عن ميتا، وقلنا بنختار اخر واحدة اللي هي نقطتين في بي. فهاي الاساسيات اللي انا بحتاجها بموضوع البوتستراب: كود الجافا سكريبت في البادي، كود السي اس اس في الهيد، والميتا حتى يخلي موقعي متجاوب. طيب الان بدي اعمل لي صوره معينه مثلا، فانا في عندي على سطح المكتب عندي صوره هيها يا جماعه اسمها ASD وبروبرتيز من نوع PNG. فكيف ممكن انا ادعوها؟ يعني بكل بساطة في تاج الايمج اللي بتعرفوه، تاج الايمج اللي بتعرفوه يا جماعة باختصار شديد عندي src يساوي اسم الصورة asd.png. هذا اللي هو عبارة عن ايش؟ عن اللي هو اسم الصورة وامتدادها نوعها. اوكي الان انا ممكن اسكر الموضوع خلاص. فهذا كود الصوره، بتعرفوا كود HTML. لو اروح مثلا على الصفحه تبعتي اندكس، جايب للصوره تبعتي امامكم زي ما انتم شايفينها. الان بشكل عام انا ممكن استخدم مع التاج تبع الايمج بعض البوتستراب كلاسز، واول واحد ممكن استخدمه يا جماعه بكل بساطه، خليني انا اعمل سبيس واقول كلاس، راح يكون في عندي شيء اسمه rounded. هذا بكل بساطة ممكن يعمل لي صورتي زي ال هيك زي الانحناء في الزوايا. لو اجي اعمل ريفرش، انتبهتوا بجوز ما تبين معاكم، لكن راح اكبر الصفحة لان الصورة بيضة. شوفوا يا جماعة كيف كان الكيرف، صار هيك rounded، شايفين؟ rounded، بس لانه الباك جراوند تبعتي بيضه للصوره، ذاتس واي مش مبينه. anyway فهذا في كلاس عندي ايش اسمه rounded، بخلي الصوره يا جماعه زي الكيرف بالزوايا. في عندي كلاس ثاني اللي هو rounded dash circle، بمعنى راح اجي اعمل هون dash circle. خلينا نشوف شو راح يعمل هذا الكلاس. نيجي على الصورة نعمل ريفرش، طلعوا كيف عمل الصورة بشكل دائري، بشكل دائري. جزء مش واضحة عندكم لأنه الباك جراوند تبعت الإيمج عندي بيضة. لو تجربوا على صورة تانية ملونة بتبين. anyway يعني هي مبينة من هون عندك إنها سيركل. أوكي. في عندي كلاس ثالث ممكن أستخدمه يا جماعة اللي هو image thumbnail، اللي هي image thumbnail زي الصورة المصغرة بكون في لها إطار. خلينا نجربها. عندي img dash، في عندي إيش اسمه thumbnail هي صح هيك؟ بلاش الآن، اللي هي thumbnail. لو نيجي نعمل هون يا جماعة refresh، لاحظوا خلينا اكبر شوي الصورة، بتحس انه في اطار، هيو بتحس انه في اطار، مش بس كيرف، بتحس انه برضو الصورة فيها اطار، تمام.
اوكي هذا مثلا تقريبا الكلاسز اللي انا ممكن استخدم او البوت ستراب كلاسز اللي ممكن استخدمها مع الايمج عندي العاديه. طيب قلنا الراوندد وقلنا السيركل او راوندد داش سيركل وفي عندي الايمج داش ثامبنيل. الان برضو كمان ممكن اتحكم انا بتمركز الصوره، ممكن اتحكم بتمركز الصوره. شلون يعني تمركز الصوره؟ لاحظوا انا عندي الصوره الان جاي على الشمال، فانا ممكن بكل بساطه اجي هون عند الثامبنيل اعمل سبيس واجي احكي مثلا شوفوا هل 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 البروبرتي اللي راح ممكن اعملها مثلا ام اكس تبو داش اوتو امرين راح اعمل هون دي داش بلوك هذا امر وهذا امر اثنين هذول شو ممكن يسووا لي اعمل ريفرش هيجيبوا لك الصوره وين بالنص اللي هو ام اكس داش اوتو دي داش بلوك هذول الامرين خلوا الصوره سنترد بما معناه سنترد وممكن انا بكل بساطه برضو اغير الموضوع واجي اقول في عندي خاصيه اسمها فلوت مثلا فلوت داش مثلا رايت شو حيصير عندي بالله تمام انا مرفرش ودوا لك يا الصوره ودا لك الصوره وفي برضو عندي كمان اني ممكن اعمل بدل الرايت ليفت اند سو اون اند سو اون فهيك احنا اليوم تقريبا تعرفنا على الكلاسز بوتستراب كلاسز اللي ممكن نطبقهم على الصور وبنفس الوقت كمان طبقنا كشكل صور وكتمركز الصورة. الأمور شوي شوي راح تتوضح وحتشوفوا أهمية البوتستراب وسهولته حلقة بعد حلقة بعد حلقة. لكن تذكروا إنه أنا بديت بداية شو عملت؟ جبت كود سي اس اس صفحة البوتستراب حطيت الميتا عشان يكون عندي الموقع متجاوب هذول الثابتات وجبت كود إيش؟ الجافا سكريبت حطيته وين؟ في البادي كود سي اس اس في الهيد طبعا وكود الجافا سكريبت في البادي وصورة عندي هون عادية ولكن دخلت عليها ايش يا جماعة البوتستراب كلاسز ان شاء الله بلقاكم الحلقة القادمة بمواضيع اهم واقوى بإذن الله.